صباح النور، مرحبا بكم. مصطفى نابولتان هو الرئيس الجديد لفرع كرة القدم في النادي الإفريقي. نابولتان هو موجود في الأصل كعضو للهيئة المديرة الحالية للنادي الإفريقي برئاسة يوسف العلمي. وفد النجم الرازل الساحلي من المفروض أنه يخلط اللحظات هذه إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة بدأت البارح من تونس، عادت بالدوحة، توفى إن شاء الله بعد ساعات قليلة في بوتسوانا وين يلعب الفريق مقابلته مع جالكسي نهار السبت 5 مقابلة في إطار الجولة الثانية من مجموعات الشامبيونز ليج. في نفس الإطار الترجي رجع البارح للتمارين ويواصل تحضيراته حتى لنهار الخميس، وقاعد يحضر الماتش بالوزداد نهار السبت، السفر نحو الجي نهار الخميس إن شاء الله كما قلنا. وإدارة شباب بالوزداد طلبت رسميا من السلطات الجزائرية ترخيص استثنائي لحضور عدد محدود من الجماهير في الماتش هذا، ماتش يتلعب في ملعب 5 جويلية نهار السبت بداية من 8 متاع الليل. في كاس الكاف ممثلنا الوحيد سي اس اس يلعب نهار الاحد ضد اهلي طرابلس الليبي اللي دربه المدرب التونسي فتحي جبال. بالنسبه للسفره نعرفوا التمارين قاعده تتواصل، لكن السفره نحو ليبيا نحو طرابلس تكون نهار الجمعه بالنسبه للنادي الرياضي السبيرسي في رحله عاديه. المقابله نعاود نذكر نهار الاحد ان شاء الله تتلعب 8 متاع الليل مقابله النادي الرياضي السبيرسي واهلي طرابلس الليبي في اطار الجوله الثانيه من مجموعات كاس الكاف. حكينا على أهلي طرابلس، حكينا زاد على النجم الرياضي الساحلي، لكن المرة هذه نحكيو على اتحاد طرابلس والنجم الرياضي الساحلي. في علاقة بلتوى النادي اتحاد طرابلس الليبي أعلن انتداب لاعب النجم الرياضي الساحلي حسام بن علي لمدة 6 شهور من غير توضيح شكل التعاقد، لأنه الأقرب للصح هو أنه صيغة التعاقد إعارة لمدة 6 شهور، يعني بن علي باش يقعد على ذمة النجم الرياضي الساحلي. نذكروا الملاعب مازال كيتعاقد مع النجم، متعاقد في ديسمبر مع الإتوال وملعب حتى مقابلة رسمية مع الفريق. في الباسكيت موعد كبير لتونس الليلة، نحكيه على مقابلة من أجل التاج العربي، وأنا هنا نحكيه على مواجهة مع المنتخب اللبناني في نهائي البطولة العربية التي تتلعب في دبي في كرة السلة. بينسور نحكيه على الباسكيت، البارح كنا ربحنا نصف النهائي من منتخب الجزائر 74-61، لبنان تعادت قدام الصومال 87-72، دونك اليوم الفينال بين تونس ولبنان إن شاء الله في دبي. إن شاء الله كل التوفيق والحظ السعيد لمنتخبنا. في أوروبا التشامبيونز ليج دور ثمن نهائي مقابلات الذهاب، البارح بدأت الدفعة الأولى، زوج مقابلات تلعب وانتصار كبير برشا 5-0 خارج الميدان مانشستر سيتي قدام سبورتينغ بورتغال. رياض محرز في الدقيقة 7، برناردو سيلفا بين 18-45 مركز دوبلي متاعو، فودين في الدقيقة 33 وسترلينغ في الدقيقة 59. هذه الخماسية لمانشستر سيتي قدام سبورتينغ، نجمو نحكيو من طول أول فريق يتأهل للدور ربع نهائي في انتظار مقابلة الذهاب ينسور، لكن الواقع والتيران وكل شيء يقول أنه مانشستر سيتي تعدى بنسبة 100% للدور القادم الدور ربع نهائي. زاد نحكيه على مواجهة كبيرة البارح مقابلة القمة بين بي اس جي والريال مدريد، البارح مقابلة لعبت في البارك دي برانس وفات 1-0 للبي اس جي، ممكن هدف يترجم السيطرة المطلقة للفريق هذا. البارح في مقابلة كاملة ضيع فرص، ضيع ضربة جزاء عن طريق ميسي في دقيقة 62 صدى لها كورتوا، لكن في الأخير أنصفت الكرة بي اس جي بهدف لشكون، هدف مبابي الملاعبي اللي تحكي برشا على ممكن إمكانية انتقاله للريال في جوان الجاي، لكن مبابي كان موجود مع البي جي بمريول البي جي ودافع على البي جي مقابلة كاملة سعى نحو الهدف متاعه اللي جابه في 90+4، هدف ممتاز جدا كان فص خزوز مدافعين وحط الكرة للكورتوا، هدف مقابلة 0 للبي جي في مقابلة البارح بانتظار مقابلة الإياب إن شاء الله في البرنابيو. وحنا نحكيو على تشامبيونز ليج والدور الثمن النهائي اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الذهاب، نحكيو على بايرن ميونخ وريد بول سازبور في النمسا، مقابلة تبدا 9 متاع الليل، وقمة أخرى تجمع انتر ميلانو وبليفربول مع 9 متاع الليل. زيد نعاود نذكر مقابلة القمة المقابلة اللي تستحق الفرجة، ممكن الناس كل تتفرج فيها المقابلة هذه، فما مينوريتي باش تكون موجودة قدام التلفاز ريد بول وبايرن ميونخ، لكن الأكثرية باش يتفرجوا في الماتش هذا 9 متاع الليل انتر ميلانو ليفربول. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net.